المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وإذا كان الإنسان يظن على أبيه وأمه وصاحبته وبنيه، ويظن على أخيه بحسنة، والواحد من هؤلاء أبوه وأمه وأخوه وصاحبته، كل هؤلاء أبناؤه وفي الذات كبده، كل هؤلاء يطلبون منه يوم القيامة حسنة واحدة، بعد أن يقرر الواحد منهم هذا الذي يطلب منه الحسنة بالمقدمة المواطئة للإعطاء. يقول الأب لابنه: يا بني، أي أب كنت لك؟ يقول: خير أب. فيقول: أعطني حسنة. فيقول: أخشى اليوم مما تخشى منه، ويفر منه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تأمل، وأنت تفر من أمك وهي تجري وراءك، تفر من أمك وهي من أعظم الناس حقا عليك، فيفر منها يوم القيامة وهي تأطره أطرا: يا بني أعطني حسنة. فيأبى، وكذلك تفر هي منه. إذا ما طلب ابنها وفلذة كبدها، ومن كانت في الدنيا مستعدة للتضحية بنفسها من أجل هناءته وقرارة عينه، ففي يوم القيامة يطلب منها حسنة، فتفر هذه الأم الرؤوم الحانية الشفوق منه، تفر منه. هذا أمر كبير، لماذا لا تتأمل فيه تأملا صحيحا؟ يعني لماذا إذا ما ذهبت إلى المقابر قلت لنفسك مثلا: آتي وأعود، آتي وأعود، نشيع الأموات ثم نرجع حتى نأتي ولن نعود، يؤتى بنا ولن نعود، يدس في التراب، ومن الذي يفعل به ذلك؟ أحباؤه، خلصاؤه، أوداؤه، أقرب الناس إليه وأحب الناس عنده وعز الناس عليه، هم الذين يدسونه في الظلمة في التراب، يدعونه للدود، للهوام، للحساب، للسؤال، للامتحان، للمحنة، لفتنة القبر، لعذابه أو لنعيمه. ويوم القيامة هناك ما هو أهون. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.